الاجتماع الامني في وزاره الداخليه لم يكن سوى اجتماع مجلس الامن المركزي ولم يعلن عنه مسبقا لدواع امنيه الاجتماع الذي غاب عنه المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم بحث في تفاصيل متابعه الخطه الامنيه وملاحقه الشبكات الارهابيه واتخذ قرارات بشانها بقيت سريه وزير الداخليه الذي تراس الاجتماع طمان الى ان الوضع الامني متماسك والعمليات الثلاث التي وقعت ورغم اضرارها فشلت حاله جهوزيه كامله وحنعمل كل واجباتنا وما رح نتردد واللي صار بالمده الاخيره يؤكد نجاح هذا التنسيق وهذه الجهوزيه ما جرى في الاجتماع هو مناقشات سرية لن عنها وزير الداخلية أكد للال بي سي آي أن لا خوف أبدا من تحول لبنان إلى عراق ثان رافضا تشبيه لبنان بالعراق وخلال إزاحته الستار عن لائحة الشرف للمساهمين بإعادة ترميم السجون وبحضور جمعية المصارف أكد الوزير المشنوق أن ترميم السجون حل مرحلي وجزء من مواجهة الإرهاب مؤكدا المضي في خوض هذه المعركة بدعم من كل اللبنانيين